نعمل بقى ريزوتو بالمشروم. اقول على المكونات: كريمه لباني، بسله، ثوم، رز مخصوص للريزوتو، مشروم، بصل اخضر، وشوربه. طبعا هيبقى فيه زيت زيتون وشويه من الملح. هو اقول لحضراتكم بقى موضوع الريزوتو ده، ناس كتير قوي اختلفوا فيه. يعني في ناس قالت حط الريزوتو وسيبه لحد لما يستوي، وفي ناس قالت مش ناس يعني طباخين، وفي ناس قالوا لا لازم تفضل تقلب، وفي ناس قالوا لا ما تقلبش. انا شخصيا شايف ان لو ما بتقلبش اللي بيحصل ان الرز نفسه بيستوي من تحت ومن فوق ما بيستويش. فانا افضل ان احنا دايما نفضل نقلبه ونفضل واقفين قدامه. بياخد شويه وقت وبياخد شويه مجهود، بس النتيجه بتطلع كويسه. طبعا انا بقول الناس قالت الناس دي طباخين كبار، بس طبعا كل واحد وليه طريقته. هنقطع بقى المشروم كده على ما الثوم يبتدي يطرى. البسله طبعا دي مسلوقه، تحط في الاخر خالص. ويا سلام بقى لو نعمل الشوربه نفسها من المشروم. يعني ايه نعملها من المشروم؟ يعني واحنا بنعمل الشوربه نقطع فيها كده كام، قبل ما نحط السائل، قبل ما نحط الميه يعني، نقطع فيها شويه من المشروم ونشوحهم وبعدين نحط عليها الميه، فبتبقى الميه نفسها لونها بيغمق شويه، وبتبقى نقدر نقول بتبقى فيها طعم المشروم، فبتبقى بتديها غناوه اكتر. اول لما الثوم ريحته تطلع وبعدين الريزوتو مش زي الرز. يعني الرز احنا بنقول بنحط كوبايه رز كوبايه ميه، لو رز مصري، او كوبايه رز بسمتي يبقى كوبايتين. لا انا دلوقتي بحط الرز وابتدي اقلبه كويس لحد لما لونه كله بيتغير، وبعدين يبقى ياخد زي ما ياخد ميه. يعني مفيش كميه محدده. انا هاخد شويه من الابيض، لان اقول لحضراتكم البصل الاخضر مش المفروض، يعني الاخضر ده مش المفروض قوي ان احنا نحطه على النار، لانه بيولت بيدوب بي يعني مش بيدوب، بيطرى كده بقى عامل زي السبانخ. فمش المفروض ان احنا نستعمل الرز البصل الاخضر على النار كتير، لكن الحته البيضة اللي فوق دي ممكن نستعملها. الجزء الابيض ده ممكن نستعمله، لكن الاخضر ورا الاخضر ده بيولت بيدوب كده وبيطرى، بيبقى مش كويس. وطبعا البصل الاخضر حنين اكتر من البصل العادي او البصل الاحمر او البصل الاصفر، يبقى طعمه احن شويه. هبتدي الاول بنار يعني قويه وبعد كده اخفها. اهم حاجه بقى ان احنا نتاكد ان كل الرز ده اتقلب وابتدى ينشف. احط المشروم، نزود ميه قد ايه؟ المفروض كبشه كبشه، يعني المفروض ممكن اعمل كده حتى الكبشه دي بس صغيره، غالبا احط اتنين من دي. ونقلب لحد لما الميه لما الميه تتشرب خالص، وارجع اعيد تاني الميه تتشرب وارجع اعيد تاني لحد لما يوصل لدرجه السوى اللي حضراتكم تحبوه. لان الرز الاربوريو ده بقى ممكن نتحكم فيه ان هو يبقى الدنتي. الدنتي يعني يبقى ناشف شويه، بس احنا في الوطن العربي ما بنحبش الاكل الناشف، نقول عليه مش مستوي. طبعا ده ذوق راجع لحضراتكم. شويه ملح بقى دلوقتي كده، هحط نص معلقه صغيره وبعدين هدوق وهشوف هيحتاج ملح تاني ولا لا. فلفل اسود. ولما بزود، ما انا عشان كده بقول لحضراتكم دايما لو الشوربه مظبوطه ما بحتاجش بقى ان انا ازود ملح، بس في الاول علشان المشروم نبقى مطمنين ان هو اخد ملح كفايه. شوفوا بقى حضراتكم هو بيشرب الميه على طول، وكمان النشا الزياده، الرز ده فيه نشا زياده عن الرز التاني، عشان كده بيفضل ان هو يستعمل في الريزوتو. اخر بقى لاخر الكبشه يعني، احط معاها البسلة عشان تاخد طعم. ممكن نحط كمان، يعني المفروض دي الكبشة كاملة دي، بس دي أصغر شوية من الكبشة العادية. قلبه. المفروض بعد ما يشرب شوية المية ده، يبقى لما بحط المعلقة وبيغطي الريزوتو ظهر المعلقة يبقى كده مظبوط. بس طبعا كل الكلام ده حلو قوي، لكن
افرض حضراتكم بتحبوه يبقى الريزوتو سايب شويه، فممكن نطلعه من دلوقتي، ممكن نبتدي دلوقتي يعني، ممكن ناكله من دلوقتي. لكن احنا بنتكلم في الطريقه ازاي المظبوط بتاعها، او يعني الكلاسيك الستاندرد بتاعها بتعمل ازاي. لكن في الاول وفي الاخر الواحد بياكل اللي هو عايزه بالطريقه اللي تريحه. نقطع بقى البصل الحته الخضراء دي علشان نزوق بيها، وهاخد يمكن معلقه او اتنين من الكريمه اللباني. محتاج ملح، المفروض ان هو يفضل ماسك على ظهر المعلقه. محتاج ملح كتير. تقليب مستمر. عايزين بقى تزودوه غنوه شويه، ممكن نحط عليه حته زبده صغيره دلوقتي، بس يعني بكميه الكريمه اللباني كده كفايه قوي. البصل الاخضر بس دول كتير قوي، مش هحط كل ده، نشيل دول. نحط كده حاجه عشان بس الابيض في الاخضر ده نكسر اللون. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.